السلام عليكم. وي خويا فيصل، بغيتني نفهمك ياك. شوف انت راه عندك راه لما العش، راه لما العش الكناريا، وراه غادي تولد. مين غادي تولد غادي تبدا تحسب 14 يوم. البيضة الاولى تبدا تحسب 14 يوم، كي يفوت 14 يوم غادي يفقس لك الاول ان شاء الله ياك. من غادي يفقسها تبدا تحط البيض كما راك تشوف، حط لهم البيض وحطهم البيض على المده ديال 15 يوم الاولى، ومن من توصل 15 يوم زيد تحط معاهم شويه تفاح شويه سلطه، اش خاصك تنوع لهم شويه ضروري. المهم البيض، البيض ضروري، البيض 15 يوم الاولى ضروري كما فهمتك، 15 يوم الاولى ضروري تاع البيض. وحط مع امور 15 يوم تحط شويه سلطه شويه كما فهمتك، شويه سلطه شويه تفاح. اوكي غادي توصل المده ديال 25 يوم غادي دير هاد العش، غادي تخليهم كما راهم ياك، وزيد عش اخر هنايا، غادي تزيد واحد. من غادي تزيد واحد زيد حط لها داك المسائل ديالها باش هي تلم العش. كي غادي هي تلم العش فهاديك 25 يوم من الفوق تبدا هي تلم العش، غادي الفروخه يكونوا كبروا وغادي يكونوا هودو ولقى يخرجوا لهنايا، يبقاو ياكلوا حتى هما مع ياكلوا مع باهم، لحقاش باهم هما غادي يبقاو يوكلهم. المهم صافي غادي ما تبقاش توكلهم، غادي تكون هي في هاد البلاصه هادي ياك، وهي هما الفروخه ما غادي يجيو يبداو ياكلوا حتى النتيوه غادي تكون عندها البيض وتكون عندها قريب يفقسوا عاود. فهمت كيفاش؟ يعني هي درك في نفس الوقت كتكون والده هنايا وتكون والده هنايا في نفس الوقت في نفس الكاج، وانت غادي تخلي الذكر مع الفروخه وهي غادي تكون بوحدها، وغادي تفرقهم بهذا. علاش تفرقهم بهذا؟ لحقاش كاين شي مرات كاين الفروخه، الفروخه كينقزو هنايا كيمشيو لها العش يهرسوا لها البيض. فهمت كيفاش؟ المهم صافي هذه هي الطريقه وصافي. وعاوتاني نفس الطريقه من الديبار، يولدوا هنايا الى 25 يوم دير عاوتاني العش هنايا، والذكور عاوتاني يولي هنا مع هاد الفروخه الجوج القدام، وعاوتاني يكون البيض جديد، وهي غادي. هادشي ساهل، المهم ماشي شي حاجه كبيره. وانت الفروخه عاوتاني يكون يعني كيما كيبداو ياكلوا راسهم، دبر لهم عش، دبر لهم الكاج بحال هكذا. هادو كاع الفروخه اللي تشوف فيهم، هادو كاع الفروخه اللي تشوف فيهم.